بتوجيهات ملكية، الحكومة صممت برنامج متكامل بيتضمن 4 محاور: تحسين المستوى المعيشي للمواطن، تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، والإصلاح الإداري. ضمن محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار أطلقت الحزمة الأولى. كنتيجة صار حصولك على سكن أسهل، لأنك معفي من رسوم التسجيل ونقل الملكية على 150 متر مربع شو ما كانت مساحة الشقة اللي بدك تشتريها، والإعفاء ساري كل مرة بتشتري مش بس لأول مرة. ولما تبقى من مساحات الشقق وللأراضي نزلت رسوم نقل الملكية للنص. للأسر الناشئة برنامج السكن الميسر بيوفر قطع أراضي مخدومة بأسعار مخفضة، وكمان بيقدم لك تمويل بفائدة مخفضة من خلال البنك المركزي. لو ساكن بعمان، التعديلات لأنها سمحت بزيادة عدد الطوابق رح تنزل أسعار الشقق، ولأنه الملكيات المشتركة بين الورثة التصرف فيها بطبيعته صعب، شملت الحزمة إجراءات بتسهل التخارج وحصر الإرث. نتائج الحزمة مش بس بتنعكس عليك بمجال السكن، فرصة حصولك على عمل كمان صارت أعلى، لأنه فرص التشغيل بتزيد لما بنستقطب للبلد استثمارات جديدة، وهي نتيجة القرارات اللي طلعت لتعالج قضايا المستثمر واللي ما أغفلت الحماية القانونية إله لو لا سمح الله تعثر. وبالنسبة للقطاع الصناعي، زيادة التصدير أكيد بدها تزيد حجم الإنتاج وبالتالي حجم القوى العاملة. لهذا السبب شملت الحزمة تحفيز الشركات المصدرة من خلال رديات ضريبية وتخفيض كلفة الطاقة الإنتاجية. الحزمة مش بس استهدفت خلق فرص عمل جديدة، لكن كمان إحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة، لأنه مقابل كل أردني بيشتغل محل وافد يمنح المستثمر 240 دينار سنوياً وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني وعائلته. هاي مجرد بداية والبرنامج مكمل، خليك متابعنا.